شعبنا بدور على ساحات عشان يغنوا الاكابر وغصب تدور على مساحات عشان تلاقي لاولادها مكابر. حكامنا بنسوا اللي فات وبيحكوا اسم فلسطين نادر. حكامنا بصنعوا من اموات كلاب تفوت تحارب شعب بلا ضي ولا مي وعم بصنع صواريخ وشعب ضي وضي ومي مهتم بلف الصواريخ وشعب مفضي حاله لفتن بمسلم ومسيح وشعب بتحكم بالعالم بعقله بنعبيني مثل الريح غزم حم الدنيا حم الصواريخ عم بتدوب وعنا من حم بنطلين بنات العالم الشباب عم بتسوخ الدنيا كتير انقلبت والوضع صار صعب يوم النكبة صار يمرق زي واحد يمرق ولابس كعب عن انو حياة بتحكي فهمني هاي مسلة صورة طفل فلسطيني مقطع صارت تنحط بمجلة هاد صبر غزة مش صبر ايوب صبر من نفس صبر بالمجازر صبر بالتابوت فوتوه من كتاب جنس رغم الظلم والاحتلال اللي مش فاهم هو لوين يوصل بضل في صبر في حلال داره مهدومة وحدها بفطر وعنا حتى برمضان زعلان عشان البفطر هيك دايما مشغولين بغيرنا وبالاخر منفكر نفطر كلنا مبنيين غلط قبل ما تحكي خلي كلماتك قاضية كيف منطلب النصر يعرف شو معنا وكنيسنا فاضية فانت بتعلم ابنك كيف ابن عمه يضرب تذكر في بلدان بتعلم اولادها كيف من الصواريخ ما تهرب عملوا بالعالم الفتن بس انا نظري كان لافتن انه لافتن ولا سكن مش راح ندفع الثمن وانا تمنيت اشوف بيت غزة متعمرا في الشحيط بيننا وبينهم والوعد يكون صادقا لكن فيش وعي حكام كلها كلاب شعاني ما فيش لا قبل ولا بعد حكايتهن كلها كراسي هدم بدل الدعم يا اخوان اصحاب الرئاسة غزة بالقصف بالهدم وانتو مش شايفين الشاشة حياتهن عم تصعب من اقصى الى اقصى مش همه الغزة ويتعب المهم مسجد الاقصى وين العالم وين الناس تخربطت كل القصة اصحوا يا عرب بلاش نروح ما يكونش إلنا حصة صح بردي